ريالاً من ما يخرج من شهرين وجدتها على أحد الأرصفة فماذا أفعل بها خاصة وأن المكان الذي كان فيه لا يجلس فيه أحد هل أتصدق بها أم أتصرف بها وكأنها من مالي وخاصة وعندي في حاجة ماسة للمال النبي صلى الله عليه وسلم وضع لذلك حدودا وضوابط اللقطة إذا وجدها الإنسان فإنه يميزها بعلاماتها الفارقة ويعرف علاماتها ثم ينادي عليها يعرف عليها بأن ينادي عليها بمجمعات الناس والأمكنة التي يرجى وجود صاحبها فيها لكل أسبوع مرة لكل شهر إلى أن يتم له سنة فإذا تم له سنة ولم يأتي أحد فإنه يتمولها وإن جاءه أحد خلال السنة وذكر أوصافها بالضبط فإنه يدفعها إليه هذا هو الواجب في اللقطة أمر اللقطة ليس بالهين الإنسان لا يأخذ اللقطة إلا إذا التزم بحكمها الشرعي جزاكم الله خيرا